أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ومولاي رسول الله وعلى ما مالك وآ وآ المظلوم من المعصوم صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا يا يا, يا ابا يا, يا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء سادتي فاز والله يا يا من اعتصم بكم أمنا من لجأ إلى يا حصنكم لعل الله يا يا الظالمين لكم يا ليتنا يا, يا, يا ليتنا كنا معكم أنفوز فوزا عظيما اللهم آمين ارزقنا الفوز والحشر إلى يا الحزن فينا يا يوم هلأ دم من عين فاطمة استهلا يا دم من عين فاطمة استهلا إلال الحزن فينا يوم هلا دم من عين فاطمة استهلا إلى عاد لكن كيف عاد كيف عاد ليذكر القلب ريا نرايا واتقا يا لا يا, أبوان يا أبوان عاد بالبلوى بالبلوى علينا يا ليدمي من إمام العصر عينا 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 عينا, عينا قل بحلول هذا الشر يتذكر آل محمد مصائب أبي عبد الله وما جرى على الأطفال والنساء في أرض كربلاء إلى لون عاد بالبلوى علينا ليدمي من إمام العصر عينا عينا, عينا يا يا. وإني في عينت الحسين حسين وحيدا وحيدا وحوله الشبان قتلى قتلا يا وحيدا وحوله الشبايا, وحيدا وحوله الشبايا, وحيدا وحوله الشبايا, وحيدا وحوله الشبايا

إلى آيال فيه ملقا بالأجير من ألقوه على أرض الترى آيان. إلى يآل فيه ملقا بالأجير شبي المصطفى لدي الباشير

يا يا يا, 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 يا بشيري غدا غدا شيل وين وجمع بالحصير لأن السيوف قطعت ذلك الجسد اربا اربايايا ايا وجمع بالحصير اعان الله في قلب البتول إيه يا اعان الله فِي قلب يا البتول باش نستذكر بعد يا موالين في هذه الايام آه لا في قيد قطعت يا أمينو. يا قمر العشيرة قد قطعت يا أمين وهشم بالعمود في جبينه جبينه آيا يا جبينه فأضحى الصبط ليس له معين مُعْيَنُهُ يا يا يد عن النساء يا 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 يا, 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 يا واعظم ما جرى في ذا الهلال تشد يد الفواطم بالحبايال. هذا ما يسالون عنا صاحب الزمان، يقول له اكثر شيء يدمي قلبك في ايام عاشوراء، قال سبي عمتي زينب النساء. واعظم ما جرى في ذا العلي تشد يد الفواطم بالحبال وتركب بالسياط على الجماع يا إيه يا وتركب بالسياط على صوت يا الله يا الجمايا يا يا يالي خل ابني ابني الان بذكر الزهرة قال تدور دور بالمجالس مثل المضايع والله مثل المضيعة يا بل على الولاد يا زهراء نحن قد اجتمعنا من أجل البكاء على ولدك الحسين يا الله بل جنصايات صايات ناعي على الولاد ينعي قالت ورش باب الحسينيات بالدمع وصيح يا ابني الماسل مضلع استذكر مولاتنا الزهراء بعد ذكر الحسين

وتردّد الحجايا يا الجود يا طيحة الرايا يا يا الجود لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون عظم الله واعظم الله لنا ولكم الاجر بحلول ايامي سيد الشهداء عليه السلام وما جرى عليه وعلى صحبه وبنيه واخوته ونسائه وحرائر النبوه. في اول ليله نريد ان نتحدث عن تحجيم او عزل القضيه الحسينيه حيث ان هناك في التاريخ توجد محاولات جاده وكثيره ومقننه ايضا لعزل الامام الحسين وما جرى عليه بطائفه وبجهه محدده وهذا شيء اساسي لان الامام عليه السلام او اي مصلح يقوم بدور وبحركه وبنهضه قد تاخذ نجاحها في البدايه ولكن الحراب والعراق مستمر مع تحجيمها مع تضييقها. لذلك سيد الشهداء نعم ادى ما عليه وقام بالدور المنشود ولكن مع ذلك سوف نرى في حديثنا الليله ان هناك خطوط متعدده وادوار اقيمت من اجل عزل القضيه الحسينيه بل عزل ما جرى على سيد الشهداء برمته باجمعه. ولكن قبل ان ندخل في هذا الكلام هناك مقدمه اولى ومقدمه ثانيه، المقدمه الاولى الحدث الذي يتعامل معه المؤمن او الاحداث التي تتعامل معها الامه والمجتمع على صنفين على شكلين، هناك حدث يعيش في داخل الانسان ويحول ذلك الحدث الإنسان نفسه يحول ذلك الحدث إلى قضية جدية حقيقية يعيشها في حياته ويأخذ منها الدروس ويستلهم منها العبر هذا نوع من التعامل واكو بعض الناس لا يتعامل مع الحدث السابق الماضي التاريخي ولكنه لا يحول ذلك الحدث الماضي إلى حاضر والا لماذا الله عز وجل يقول: فاقصص القصص؟ تاريخ حوادث. لماذا الله عز وجل يقول عليك يا رسول الله ان تقصص على امتك القصص؟ لاننا نريد من تلك القصص والوقائع ان تتحول الى منهج وتتحول الى قاعده وقانون ينتفع منها الانسان. تلك الامثال، الامثال وقائع احداث. تلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. لذلك كلمه اولى سريعه لان نختصرها بهذه الجمله. هناك من الناس من يعيش في الماضي وينسى حاضره. وهناك بعض الناس لا من يرجع ويقرا الماضي ولكن يحاول ان يجعل الماضي عقيده ومبدا وقانونا ينتفع منه الان وهذا هو المنشود من ذكر سيد الشهداء عليه السلام. نحن عندما نرجع ونذكر أن الحسين عليه السلام ظلم الآن مفروض الإنسان لا يرضى بالظلم ولا يؤيد الظلم ولا يقف مع الظالمين وغيرها من الدروس الكثيرة والكبيرة هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية يا أخواني أبائي مهمة أيضا جدا الأحداث التاريخية قد تنقسم في بعض الأحيان إلى أحداث مشرفة وأحداث لا مظلمة غير مشرفة الأحداث المشرفة التي تبعث على العز والكرامة والشموخ والشجاعة والأصالة وغيرها تتهافت عليها العلماء والناس أجمعين يعني عندما يوجد حدث يبعث على العزة والكرامة تشوف جميع الناس يحاولون أن ينتسبون إلى ذلك الحدث لأن بانتساب الناس والأمة إلى ذلك الحدث المشرف تكتسب الأمة والفرد شرفها ومكانتها على العكس تماما إذا وجدت أحداث فيها ظلم أحداث تبعث على الانتكاسة في داخل المجتمع ترى الناس تحاول أن تتملص منها هذه قضية كلش مهمة أبا إخواني لذلك إذا جينا إلى كربلاء وقارناها ببعض الاحداث يقول بعض العلماء مثلا لدينا معركه بدر تشوف جميع المسلمين والعلماء يحاولون ان ياتوا باشخاصهم من يعتقدون بهم ويجعلونهم حاضرين وين؟ في ارض وفي معركه بدر يقول هذا من الاحداث الاساسيه والمشرفه وكل من انتسب لهذه الحادثه اخذ شيئا من الكرامه لانه تاسيس الاسلام ولكن عندما ناتي الى واقعه الطف الى كربلاء ترى العلماء يقدمون قدم ويؤخرون اخرى من حيث من اي جهه؟ من جهه ما جرى على سيد الشهداء من فداحه الظلم وبشاعه القتل والسبي وغيرها فعندما ياتون الى اشخاصهم الذين يقدسونهم يحاولون ان يجرونهم من ارض الطف، يقولون يعني هذا الحدث مربك، هذا الحدث من اشترك به اما ان يكون مع خط سيد الشهداء وهو خط الهدايه والنور والحق، واما ان يكون بالضد تماما مع الظلام والباطل والردى. فهنا نجد الناس تختلف تضطرب والى الان الاقلام تضطرب باتجاه كربلاء، لانه حدث من جهه جرى على سيد الشهداء فداحة الظلم وبشاعة القتل ومن جهة أخرى قل لك احنا لا نعطي ما يعطى لسيد الشهداء كما الآن سوف نذكر الآن من قضية الاختلاف بين بني أمية وبني العباس باتجاه سيد الشهداء عليه السلام بعد هذه المقدمة الأولى والثانية الآن راح نذكر ثلاثة نقاط سريعة ولكنها مهمة جدا كيف حاولت تلك الحكومات الظالمه ان تعزل الامام الحسين وما جرى على سيد الشهداء في ارض الطف ان تعزله بجهه. فلدينا اولا الاعلام الاموي والاعلام ثانيا العباسي وفي قبال هذا الاول والثاني يوجد اعلام اهل البيت عليهم السلام. الاعلام ما نقصد الان هذا المصطلح المتداول الشاشة والتصوير لا نقصد شيء آخر وهو أن هناك تأصيل وبث أفكار معينة بعقول الناس هذا هو الإعلام الذي كان سائد شعراء المحدثين قصاصين كانوا يمثلون الإعلام آنذاك فأولا بنو أمية واجهوا الحسين عليه السلام بصريح المواجهة وقالوا ان سيد الشهداء عليه السلام شق عصا الطاعه خرج على امام زمانه. يعني ماكو مجال لتبرئه الحسين ابدا صلوات الله وسلامه عليه. اشتغل اعلام بني اميه على ان الحسين عليه السلام خارج على امام زمانه وشق عصا الطاعه وفرق الجماعه. هذا يذكره عمرو الزبيدي بنص عباره الطبري في تاريخه يقول كان ينادي شوف الإعلام كيف اشتغل كان ينادي بالمسلمين هذا عمرو بن الحجاج الزبيدي يقولهم لا تشكوا ولا ترتابوا في أن الحسين خرج على إمام زمانه قاتلوه وهذه أمثالها كانت موجودة كثيرة في زمن سيد الشهداء عليه السلام الإعلام الأموي ركز على هذه القضية أن الحسين عليه السلام خرج على إمام زمانه الاعلام العباسي عكسه تماما تدرون بني العباس ايضا كانوا بالضد من بني اميه فلما يجون الى حركه سيد الشهداء طبعا هي من جهه مؤيد لهم من اي جهه انه خارج على بني اميه يقول لك شوف سيد الشهداء الامام الحسين سبط النبي صلى الله عليه واله ريحانه النبي خرج على بني اميه فذول ظالمين واحنا ايضا نريد ان نسقط بني اميه ولكن من جهه اخرى لم يعجبهم الامام الحسين. فروجوا لفكره اخرى، شنو هاي الفكره؟ صح الامام الحسين عليه السلام خرج على ظالم وهو يزيد وعلى حكومه بني اميه ولكن الامام الحسين، شوف العباره شلون تجي ولكن الامام الحسين عليه السلام اخطا في تقدير الموازين والامور. طبعا ويذكرون روايات لها. يقولون هذا ابن العباس لما اجى للامام الحسين عليه السلام ونصحه بنصيحه قال له يا ابا عبد الله لماذا لا تخرج الى اليمن الى مكان اخر تش دعوة مصر على العراق قال شاء الله ان يراني قتيلا قال له اذن انت مصر على القتال فما بال خروج هذه النسوه اذا انت مصر على القتال ليش تود ياك النساء والاطفال فقال شاء الله أن يراهن سبايا طبعا الآن عندي موضوع مهم يركز عليه بعض العلماء منهم السيد الجليل الآن من علمائنا السيد سام البدري في بعض كتاباته ولكن قبل أن ندخل في هذه التفاصيل بس أركز النقطتين نقطتين اشتغلوا عليها حكومة بن العباس في إعلامهم قالوا أولا سيد الشهداء أخطأ في تقدير الأمور يعني لم يحسب الامور حسابا دقيقا يعني كان المفروض اللي يريد يخرج للقتال يكون عنده جيش كبير يكون يجيش الجيوش عده وعدد يكون يطلع وايضا قالوا ركزوا على هذه القضيه ان سيد الشهداء عليه السلام كان عليه ان لا يخرج معه النساء والاطفال هذا ايضا حاولوا من خلالها يدخلون طبعا هم من جهه كما ذكرت لا خروج الإمام فاداهم أيدهم خروج على الظالم ولكن حكومة بن العباس إذا أطت وأعطت التأييد التام للإمام الحسين راح يكون ضربة لهم تماما إذا كان سيد الشهداء حق فلماذا تنازعوهم يعني أبناء الزهراء وأبناء أمير المؤمنين المنصبون بنص الروايات لماذا تنازعونهم على الخلافة فوجدوا طريقا لي عذرا من الأعذار فذكروا أن الإمام الحسين عليه السلام بهذين النقطتين التي ذكرناهما الآن طبعا هنا الملاحظة اللي يذكرها هذا العالم الجليل يقول لدينا وردت في الروايات مقاتل عدة في الروايات وردت عدة مقاتل كان الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف والشيخ الكشي أو الكشي يذكران مقتل روي عن الاصبغ بالنبات من اصحاب امير المؤمنين عليه السلام هذا دونه وهو من الرجال المعمرين دونه قريب واقعه الطف تماما هذا من المقاتل التي كتبت واحترقت وضاعت في مكتبه الشيخ الطوسي على الله مقام الشريف عندنا من المقاتل التي ايضا تروى في كتب المحدثين مقتل جابر الجعفي من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام مقتل من المقاتل ما يروى عن الدهني من أصحاب الإمام الصادق ويوجد اختلاف في هذه الشخصية سيد الخوي على الله مقامه الشريف يقول هو من أهل العامة ليس من أهل الخاصة الإمامية على كل هذا أيضا من الذين روى واقعة الطف ومقاتل كثيرة وردت ولكن بني العباس شوف تركوا تلك المقاتل في دولتهم وركزوا على مقتل لوط بن يحيى الملقب احنا نقول مقتل ابي مخلف ومن خلاله وجدوا ان القراءه العامه للدوله العباسيه تتناغم مع ما يروى لان هناك بعض الروايات الموجوده في مقاتل اخرى لا تنفعهم قد تصطدم مع توجهاتهم فيقولون من الروايات اللي روجوا لها بنو العباس يقولون الامام الحسين عليه السلام لما شبت النار صلوات الله عليك يا ابا عبد الله وعلى صبرك الكبير عندما شبت النار ببعض الخيام وسمع صراخ الاطفال وبكاء النساء يقول قال الامام الحسين عليه السلام رحم الله ابن عباس كان ينظر الى الغيب بستر رقيق يعني كأنه يصورون بنو العباس الإمام الحسين عليه السلام لما شاف هذه الوقائع بعينه كأنه انصدم قال هذا نصحني وكان ينظر إلى المستقبل بعين رقيقة كأنه مطلع على بعض المغيبات وكأنه الإمام الحسين لا يعرف هذه الأشياء أبدا طبعا هذا بشكل مجمل ومقتضب جدا هذا اللي الآن قاعد نطرحه لو جينا إلى روايات أهل البيت عليهم السلام لا نجد الأمر مختلف تماما، تماما مختلف. ذاك يخطئ وذاك يحاول يوجد أسباب في حركة الإمام الحسين، مثالب ولكن أهل البيت عليهم السلام لا نجد روايات عندهم عجيبة وكبيرة وكثيرة المضامين ومتنوعة الأساليب في التأكيد على نهضة سيد الشهداء. ودائما ما يقرن ابو عبد الله عليه السلام في الروايات بالثائر المصلح انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر الزيارات الكثيره المتنوعه في اغلب المناسبات اكدت على هذا الامر اكدت على مظلوميه سيدي الشهداء قتلت مظلوما بابي انت وامي أكدت على عصمته الروايات كثيرا. وأكدوا على بشاعة القتل الذي جرى على أصحابه. وأكدوا على سبي النساء والأطفال أيضا. هذا نقاط أربعة، عصمة الإمام وانتسابه لرسول الله صلى الله عليه وآله. أكد عليه إعلام أهل البيت. وأكدوا على أن سيد الشهداء عليه السلام لم يخرج عبثا. كما عبر هو عليه السلام لما أخرج أشرا ولا وطرا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح أكدوا على هذه القضية بل أهل البيت كما نحن الآن نقرأ في زيارة وارث التي يعتبرها كثير من العلماء من أفضل الزيارات في سندها زيارة متينة السند وأيضا رصينة في جملها وفي عبائرها عندما تبدأ وتقول السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله سلام عليك يا وارث نوح نبي الله سلام عليك يا وارث عيسى يا وارث إبراهيم يا وارث محمد صلى الله عليه وسلم أهل البيت أرادوا أن يركزوا ليس فقط الإمام الحسين عليه السلام يتحرك بنهضة من عند نفسه وإنما حركته ممتدة إلى حركة منه الأنبياء أجمعين وهذا فيه خيط رفيع ودقيق جدا أن سيد الشهداء عليه السلام بلسان الأئمة مكمل لحركة الأنبياء والمرسلين على القضية شرعيتها ممتدة من آدم حتى حركة سيد الشهداء وبعده الإمام الحج عليه السلام يكمل هذا الدور فلذلك الإمام الحسين عليه السلام هو بنفسه أطلق تلك الصرخات في أرض الطف وقبل واقعة كربلاء ألا من ناصر ينصرنا ألا من ذاب يذب عن حرم رسول الله شوف التأكيد مرات يقول سيد الشهداء عليه السلام يا الله لنا ذلك وحجور طابت وطهرت وعنوف حمية ونحن احنا, احنا من بني رسول الله صلى الله عليه وآله احنا مهابط الوحي محله التنزيل احنا معادن الرحمه والعلم وكان سيد الشهداء في واقعه الطف يؤكد على مثل هذه القضايا يذكر رسول الله يذكر الجنه يذكر الوعد والوعيد الذي يجري على اعدائه والكلام طويل بهذه القضايا ولكن اهل البيت برواياتهم الكثيره بل حتى بافعالهم بدايه من الامام السجاد عليه السلام بعد واقعه الطف بدا يؤكد يقف في أرض الشام أمام يزيد اللعين ويقول أنا ابن سيد الشهداء أنا ابن العطشان أنا ابن الغريب أنا ابن أبي عبد الله أنا ابن رسول الله الخطبة معروفة لما يقول أعطينا الحلم والعلم والفصاحة والبلاغة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين الذي نحتاجه هو هذا الآن أخواني أباي ان الامام السجاد بدا الحركه تماما وسريعا بداها بعد شهاده ابي عبد الله سريعا عليه السلام بدا بالتاكيد على المظلوميه لانه يدرون اهل البيت اكو اقلام واكو اصوات سوف تشتغل على اخماد هذه الشعله اخماد حركه سيد الشهداء فالتاكيد العاطفي والروائي على الزيارات والبكاء واقامه المجالس انما جاء لكي يحيون ذلك الامر. وصولا إلى الإمام الباقر إلى الإمام الصادق عليه السلام الذين دائما نحن نذكر في مجالسنا أن الإمام الصادق كان يعقد المجالس في داره عليه السلام في بيته بل الإمام يبالغ يبالغ في إقامة المجلس يبكي أمام الناس يصرخ شنو ما ذلك إلا تأكيد على حركة ونهضة سيد الشهداء يريدون أن يحيوا وجودها حياتها بين الناس بل الإمام الصادق يقول يجعل ستار حاجز بين الرجال والنساء هذا إمام معصوم هكذا يفعل أكو رسالة وصولا إلى الإمام الرضا عليه السلام في خراسان عن بعد الديار يدخل عليه الشعراء من ضمنهم الخزاعي ويبدأ بتائيته المعروفة ثم يصل أفاطم ولو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين فالوجنات يبكي يقول الإمام رضا يبكي يذرف الدموع أمام الناس بعدين يا أب يمدح الإمام الرضا ذاك الذي أنشد تلك الأبيات هذا أيضا تأكيد في هذه الأيام نذكر رواية الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة على الله مقامه الشريف عندما يقول دخل عليه ابن شبيب وقال يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابكر جدي الحسين قال له ليش يا ابن رسول الله شو هو عندكم صار قال لا فانه ذبح كما يذبح الكبش الله اكبر قال له يا ابن شبيب ان المحرم حرمت الجاهليه فيه القتال ونحن قتل فيه رجالنا سبيت نساؤنا اضرمت النيران بالخيام ببيوت ال الرسول وكان اللعين ينادي عمر بن سعد يا خيل الله اركبي صدر الحسين كان ينادي أحرقوا بيوت الظالمين الله أكبر هكذا تحولت عقول الناس وألسنة الناس تقول هذولي آل النبي هم الظالمون لو نأتي إلى الزيارة المنسوبة للإمام الحج عليه السلام التي تروى عن الإمام صاحب الزمان عليه السلام وهي زيارة الناحية المقدسة تقرأ فيها العجائب من المصائب التي يذكرها ويفصلها إمامنا الحج عليه السلام يسلم في أدق التفاصيل على النساء المرملات المسبيات الأطفال الشهداء ثم عندما يأتي إلى مصرع الحسين عليه السلام حقيقة تتفاجأ من العرض الذي يذكره الإمام سلام على الخد التريب سلام على الشيب الخضيب سلام على الرؤوس المشالات يبدأ الإمام يفصل قل له ليتني في الزياره ليتني كنت حاضرا معك يا ابا عبد الله في ارض الطف اقتل دونك حد السيوف اموت من اجلك يا ابا عبد الله، امامنا صاحب الزمان ونحن نقرا في الروايات اذا خرج الامام صاحب الزمان في مكه المكرمه ينادي الا يا اهل العالم ان جدي الحسين قتلوه ظمآنا. ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين سحقوه عدوانا قضية مو بس قتل قضية أكو تعذيب متقصد حتى يقول بعض العلماء الذين يهتمون بالجانب الطبي والجسدي يقولون لماذا الشمر لعنة الله عليه ذبح الحسين من القفا لم يذبحه من الأمام الأوداج قريب للأمام الأوداج ولكن عندما ذبحه من الخلف في قضية تعذيب أكثر فضلا عن أشياء أخرى تذكر في هذا المجال ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين تركوه عريانا عريانا بأبي وأم لذلك عندنا الروايات من أهل البيت والأحداث كثيرة التي أرفدتنا وعلمتنا وثبتتنا على هذا النهج يعني رمزية وجود حركة المعصومين والروايات تريد أن تبث فينا تلك الثورة أو النهضة التي يجب أن تبقى, أن تبقى متوقدة مشتعلة في نفوس الناس لأن الناس إذا اتصلت بنهضة الحسين وحركة سيد الشهداء لا ترضى ولا ترضخ للظالمين أبدا ولذلك يذكر العلماء بعد حركة سيد الشهداء قرابة خمسين خمسين حركة وخمسين ثورة بعد حركة سيد الشهداء حركة المدنيين القرآنيين التوابين حركة المختار حركة حركات كثيرة يحصيها بعض العلماء خمسين ثورة من العلويين إنما جاءت نتيجة وجراء ثورة السيد الشهداء عليه السلام لذلك أهل البيت يؤكدون لغرض يؤكدون لسبب يدرون شريان الأمة حياة الأمة تبث حركة السيد الشهداء تلك الحياة في روح الناس وفي عقول الناس طبعا إذا أخذتها بوعي وبثبات وبصدق وبإيمان لذلك كان الإمام الرضا عليه السلام يقول إن كنت باكيا فابك لجدي الحسين فإنه ذبح كما يذبح الكبش يلا يا ابن شبيب إن يوم الحسين أقرح جفوننا أسبل دموعنا أذل عزيزنا وغيرها من الرأي لذلك عندنا واحد من الشعراء من الأدباء لما نلخص حركه المعصومين في التفاعل مع سيد الشهداء شوف شو يقول يقول هذا اول ما يجي محرم الروايات تقول تنشر الملائكه قميص الحسين الممزق في السماء هذا مضمون الروايات فينعكس ذلك الحزن في قلوب المؤمنين يا عبره المؤمنين يا با عبد الله هذا النداء ورد عن امير المؤمنين كان ينادي الحسين عليه السلام وهو صغير يا عبرة المؤمنين فقال له شنو قصدك يا أبا الحسن ليش قال إن الحسين عبرة كل مؤمن ومؤمنه ما ذكر الحسين مؤمن إلا وأخذته العبرة هل الهلال فزاد فيه بكائي إذ عاد بي لمصاب عاشورائي متأسيا شوف الآن حركة أهل البيت ألا الهلال فزاد فيه بكائي إذ عاد بي لمصاب عاشورائي متأسيا بإمامي السجادي إذ كان يقضي عمره ببكائي وبباقر العلم الذي يبكي على النات أشرف صبية ونسائي كان حاضر الإمام الباقر وبصادق القول الذي أوصى بأن تحيا مجالس عبرة ورثائي وبكاظم الغيظ الذي نصب العزاء في سجنه لسيد الشهداء أو ما سمعت بما جرى عند الرضا إذ كان يعقد مجلسا لعزائي هنيئا لكم وأنتم تحضرون مجالس أبي عبد الله هذا نعمة وتوفيق إذ كان يعقد مجلسا لعزائي فأهاج مكنون المشاعر دعبل إذ مر فيه بلوعة الزهراء بالطف إذ رأت الحسين مجدلا ندبته صارخة وغوثا وأبنائي والقائم المهدي يندب جده بدل الدموع بكاه بفيض دمائي أيلام من يبكي الحسين إذا كانت حركة أئمتنا وسلوكهم هذا إحنا نلام لا والله بالعكس هذه عقيدة أيلام من يبكي الحسين بحرقة ومصابه هو أعظم الأرزاء أعظم الأرزاء مصاب الحسين عليه السلام لذلك في هذه أول ليلة نريد نذكر الزهراء عليه السلام ونذكر صاحب الزمان عندما يقول لئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك مقدور فلاندبنك صباحا ومساء ولابكين عليك بدل الدموع دما 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 محرم الاجا وشي سكت عيوني يا دار العزاء يا ناس دلوني دلوني يا دار العزا وبيا حسيني اشتاقي انا المحرم والبواجي يا ملجا وشي سكت عيوني يا دار العزاء يا ناس دلوني دلوني يا دار العزاء وبيا حسيني اشتاقين المحرم والبوايا افتر بالمجايا يالس يا بي ما بي ما بي ليش يا تريد اللوعة والعبرة افتر بالمجايا يالس ما بي ما بي وظل ابجي لحد ما يا تذبل جفوني ليش يا مو نسمع وياه شوف الاديب شو يوصل من رساله يقول حبيبي حبيبي على الترب نايم نايم اشوف اشوف ان, أن شفاف اليابسه وتتفطر الطريب مو ثوبي على صدر شقنا ما عدهم وفايا خلهم يلوموني ليش اسمع ليش ميت 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 يا ابا يا عبد الله ميت بس تصد على عايلتي الخال الطشرة وزينة بتلم جثت يا ابن امي يا اخوي الله سالت الدمعة للحسين العبرة الله يرحم هذه الكربلاء يقول الدمعة الرجل عزيزة للحسين رخيصة ميت 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 بس تصد عين على عايلته الخيل الطشرة وزي ميت بتلم يا ابن يا امي يا يا قالت انا زين انا زي أين بالشراف من شاني خلاني الزمان شلون عيان, شلو عيان خلايا انا زي يا تحلف بخدر الناس الناس طاوعت الزمان يا اخويا طاوعت الزمان وهبطت الرايه لا مولاتي راسك مرفوع تقول والعقب اخوتي حسين والعباس خلان الزمن وليان عدوايا قل هكذا دار الزمن حيث يوم من الايام انظر الى جسد ابي عبد الله جثه بلا راس قالت نايم اخي شلون عريان وامسل بهدو قل يا ليت بدل عنك يا حسين عريان عريان ومسل لو ينشرب روح قل تبكي زينب وتندب أمها الزهراء فاطمة يما يا يما يم يا يما شجاع يا بتش من المدينة وانت السفر وانت تشوف ليش يا زهراء تجين للحسين يمّا يا يمّا يا يمّا يا انا يا يمّا من المدينة مرحبا السفر قالت انا قالت يا زينب يا لي قالوا أدي ذا يا الله الله هاي النعمة العظيمة

أشكبر طبت الديوان عليه وقبال عينين ينطق ولين قالت الأوراق هذا الطريق يا زين ما اريد اطيل عليكم اول ليله اختصر بهذا الحديث ابيات الدعاء قالت يما يا يما يا يما يا حسين يا, يا يما يا يما قالوا لي على التراب نايم قالوا لي يا حسين يم النهار متت عطشان يا يا يم يما وقالوا لي صحيت بس في ازعة النسوة يا يا

أولا بن يا على ابن المايات عطشايا